قال له يا نصوح مو معروف شو راح يصير، وانا ما راح اشمل مولانا برجعة السلطان عيام وتكون لا سمح الله. الحق معكم يا بيك، اذا بدك انا كمان بروح معك. انت خليك هون مع مولاي، انا قلت له اني رايح على نهر دونا. دعي لي شوفك مرة تانية. الله معك. سلطانة ما فيك تفوتي. بعد عن وشي، بدي اشوف اخي. بعد عم اقول لك والله بقطع لك راسك. سلطانة يا سلطانة ممنوع، هذا مرض معدي. هلا حضرتك بتمرضي لا سمح الله. سلطانة اهدي شوي. يا غوار قبل ما اروح من هون بدي ابني جامع. بعدت خبر المعماري سنان باشا وراح يبلش بالبناء فورا.
القرار اللي حضرتك أخذته يا مولاي هو قرار صائب وسليم، والله يقدرك على رفع راية الإسلام إن شاء الله. بس المهم المكان اللي بدنا نعمر فيه هذا الجامع. أنتوا لا تقلقوا أبدا يا مولاي، أنا رح دور له على المكان المناسب، اطمنوا. ممتاز، بس لازم تنتبه منيح يا رستم باشا، لازم تختار مكان يكون بعيد وما يضر حدا من الناس الموجودين حواليه، ما بدي حدا ينزعج منا. مولاي اجا رسول من صنجق منيسة وهو برا ناطر توافقوا على مقابلته. خليه يفوت. مولاي، مولاي انا الشاويش عمر رسول الخاص لسمو الامير محمد. احكي يا رسول. جناب السلطان عذرني، انا جاي اخبركم انه الامير محمد انصاب بمرض خطير وانتقل لرحمه ربه. عندما سمعت ذلك الصوت سمعت معه نبضات قلبي، والآن تذكرت ذلك الحلم المقيت، أشعر أن روائح البول